إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر. كما كتشاهدوا للأسف وضع كارثي اللي أصبحت عليه شوارع مدينة العريش ومن بينهم شارع القاهرة. شوفوا الوضع كيفاش داير للأسف الشديد، أصبح وضعا كارثيا بكل المقاييس في غياب أي تدخل للأسف الشديد من الجهات المسؤولة. للأسف حفاري عامر حفاري عمرهم غير سكومبرو، يعني غير البقايا ديال البني ما باش عمرو ديك الحفاري للأسف الشديد. وضع كارثي بكل المقاييس للأسف الشديد، والمسؤولين ما مسوقينش كاع لهاد الحفاري، كيصحوا غير الأحياء اللي عايشين فيها واللي ساكن فيها. وضع كارثي بما تحمله من معنى للأسف الشديد. عرفناش المسؤولين واش كيدوزو من هنايا، عرفناش المسؤولين واش عارفين الحفاري هادو، واش عارفين اصلا هاد الشارع هذا كاينه. انه كانوا عارفين هاد الشارع كاين اكيد انهم غادي يدوزو منه، اكيد انهم ما غاديش يخليو هاد الشارع بهاد الحفاري كامل. الوضع أصبح كارثيا بكل المقاييس. شوفوا الوضع كيف داير للأسف، يعني خصك تمشي بريميرا تمشي بشوية ولا ملقط ضروري أنك تهود أو تطيح شي حفرة. للأسف هاد البارتي هادي الوحيدة اللي متضررة بشكل كبير هنايا، وما قدروش أنهم يصلحوها ولا يقدوها، ما عرفناش الأسباب علاش. الله يهدي هاد الناس هادو، شوم عيب وعار اننا نشوفو بحال هاد الحفاري في قلب شوارع مدينة مطالب طبيعة الحال ومطالب تدخل الجهات المسؤولة من اجل التدخل العاجل. مباركة من السياسة ديال الترقاع، يعني السياسة ديال الترقاع راه خرجت على المدينة، لكن غير رقع شوما اننا شوما وعيب وعار أن ننهجو السياسة ديال الترقاع. للأسف يا ريت كون كان الترقاع ترقاع راه كيرقعو، يلا كيرقعو اليوم إلا كانت 5 دقايق ديال الشتا كتكون كافية أنها باش تفضح الترقاع اللي دارو للأسف الشديد. كما قلت 5 دقائق كتكون كافية أن تضع، ولا داعي أن الشتا غير كما كنقولو غير كيمشيو فيها الطوموبيل يجيو فيها مدة نهار 24 ساعة، فكتكون كافية أنها ما تبقاش ديك الترقعة وما يبقاش ديك الترقعة. إذا نتمناو من الله من شي مسؤول غيور على المنطقة وغيور على مدينة العريش أنه يتدخل عاجلا، أن الوضع أصبح لا يبشر بالخير بطرقات وشوارع مدينة العريش. الوضع أصبح كارثي للأسف الشديد. مجموعة من شوارع مدينة العريش واحد الحيوان واحد الحمار في قلب شارع محمد الخامس مدينة العريش للأسف.
آه.